مستمرين معكم مشاهدينا، والآن وصلنا إلى مجوهرات راقية لكن ناعمة وللاستخدام اليومي. راح نستعرض هذه المجوهرات مع المصممة مجدة عساف. صباح الخير. صباح النور. نورتنا. هذه المجموعة الجديدة لك مجد، مش حابة تخبرين عنها؟ أول شيء حابة بلش أحكي عن تشوكر. تشوكر هي مثل هودي. تشوكر حاليا بهيدا الموسم كتير دارجة وعلى طول بنشوفها على الران ويز وكل الوقت. فنحن بجلو حبيت انا اني اشتغلها بس بطريقه شوي تقدر السيده تستفيد منها، بما انه تشوكر حاليا حتضل لهيدا الموسم واللي جاي وممكن اللي بعده، فحبينا نعملها بطريقه جدا راقيه وحلوه. مثل مثلا لبستها انا ممكن تكون تشوكر، ممكن تلف على الايد. جميل. نفس القطعه؟ نفس القطعة. تشوكر على الرقبة، بتنلف على الإيد بهيدي الطريقة، وممكن نزيد لها بانجل تنزينها ونعطيها ستيل تاني. وممكن بعد فترة، يعني إذا قلنا خلصت مودة تشوكر، هيدي ممكن تنشال الموتيف أو الباندنت، بتنشال وبتتحط بسلسل وبتستفيد منه السيدة لبعدين. نعم. تاني شغلة هلأ كمان بلشنا نشوف موضة الستونز الكبيرة. نعم. يعني مثل هيدي القطعة، الأحجار الكبيرة مثل هيدي القطعة. هيدي قطعة كتير حلوة وكتير مميزة. والحلو فيها أنه السيدة ممكن تلبسها أوكي. ممكن تستفيد تلبسها وما تعوز شي تاني معها، غير ممكن خاتم. ما تسوي زحمة يعني. ما بتعمل، هي أوريدي كبيرة. بتعطي طلتها رقي وألغنسي. عملنا في خاتم معها كمان. هذا يجي معها خاتم؟ بيجي معها خاتم، وممكن يعني طقم كامل. الطقم كامل. وإذا حبت السيدة بندنت أو سلسال، حبيت أعمل السلسال طويل. جميل. شوي بعيد عن الحلق تما يعطي مثل ما أنت ذكرت عجقة. صحيح. فممكن السيدة ترتدي يعني هذا الطقم كامل. ممكن ترتدي كامل، وممكن تختار الحلق مع السلسال. جميل. أو الحلق. جميل. مع أيضا قاعد أشوف بعض الأحجار، مثلا مثل هذا الخاتم. هذا الخاتم مميز وحلو. نعم. مثل قريب على الحلق تبعه. أوكي. مع بعض يعني. هني مع بعض، بس إذا ملاحظ أنه different shape. صحيح. السيدة ما تحس حالها أنه very classic. هو تصميم مختلف لك الحجر نفسه. 100% كمان بيعطي تغير بطلة السيدة. نعم. هيدا المميز فيه هيدا الحجرة سترين. نعم. أوكي. حبيت أعمل الخواتم اللي معها شوي مميزين، يعني ما يكون فيهم حجرة بس فيهم نفس قريبين على الموتيف، على اللي موجودين. نعم. موجودين هون ممكن. نعم. تستفيد منهم السيدة بأكثر من مجد. هل تنصحين أنه يعني مثلا الأكسسوارات اللي استعرضناها والمجوهرات والتصاميم لأوقات معينة أو لبس معين، ولا ممكن طبعا يكون؟ طبعا طبعا في كل لبس، كل مناسبة إلى مجوهراتها. نعم. وذوق السيدة بيلعب دور كتير أساسي بالموضوع. في سيدات الكلاسيك، في سيدات الفونكي، يعني في سيدات كتير بتحب مثل خاتم اللي أنا لبسته. آه الله. أوكي. هلأ كمان في موضتهم بعدها، بلشت من 2 seasons قبل وهلأ. نعم. بعدها في سيدات الكلاسيك لا، بيروحوا أكتر على الماس الأبيض مثل. نعم. هودي. في سيدات بتفضل الماس الابيض. هودي الحلق كثير كثير اليجنت وكثير حلوين، وبينلبسوا على مناسبات كبيره، وفعلا بيعطوا طله للسيده كثير حلوه. وايضا لو نستعرض يعني هذه التصاميم، هيدا الحلق شو ميزته؟ شو ميزته؟ ميزته انه انا بسميه ايمرجنسي. لانه الحلق هيدا وقت اللي السيده بيكون عندها صار معها ايفنت سريع او ما عندها وقت فعلا. يعني طلعه مفاجاه هي كل اللي عليها. لا بس ما شاء الله السيدات يعني اذا في طلعه يجهزون بسرعه. ما هيك؟ مجرد بترفع شعرها، مجرد تحط هودي الحلق اللي هو دغري بيعطوا بوش للطله، من فيري كاجوال لشيك ومرتبه. مشان هيك هودول انا بلاقيهم مميزين. يعني حيله ذكيه هذه 100%. شو اسئله في عنا؟ هودي الحلق كمان بتشابهين. نعم. بكبرون لهودي اللي هن بنسميهم اوفر سايز ايرينجز، اللي كمان هلا كثير بنلاقيهم موضه. لانه السيده خصوصا بالشتاء، لانه السيده بتلبس مسكر فسلاسل وما يعني ما بيبينوا، فبيفضلوا يروحوا للحلق الكبير. الحلق الكبير اللي هو بيغنيهم طبعا. نعم. بيعطي الطله رقي مثل. صحيح. ما ذكرنا، وبيغنيهم عن كثره اكسسوارات للموضوع. انا لفت انتباهي هيدا هذا التصميم.
هذا التصميم ما معك حق كثير مميز وحلو، وهلا بالشتاء اجمالا كثير بنستعمل السلاسل الطويله مثل هيدا وهيدا، لانه مثل ما ذكرت السيده بتلبس مسكر كثير، فبدها شيء يبين فبتتجه دغري للطويل، للسلاسل الطويله، وكمان المحجبات بشكل عام بيتجهوا للسلاسل الطويله لانه بيلبسوا مسكر من فوق لتحت. جميل. احنا يعني مجد شرف وقتنا على النهايه، ولكن حقيقه يعني بتصاميم جدا مميزه. ولكن سؤال اخير، السيده اللي راح ترتدي هذه التصاميم كيف تشوفينها؟ السيده اللي تبحث عن الكلاسيك اكثر من المودرن ولا صراحه؟ كل تصميم انا بكون عم بصممه وارسمه بيكون ببالي السيده اللي حتلبسه صراحه. يعني مثلا طقم مثل هيدا دغري بتخيلها تكون سمراء، بتكون سمراء وميلة كلاسيك على مودرن، يعني لا. لأنه اللون فاتح فبده بشرة سمراء. جميل. الستونز منهم مثل بعضهم 100%، وفي حركة بالتصميم، هيدا يعني الميل على شوي كلاسيك على كمان مودرن اللي بتحب تغير. وهيك من كفي. مجد حقيقة يعني تصاميم جدا جميلة وفيها لمسه فنيه كبيره. اتمنى لك دائما التوفيق، وان شاء الله نشوفك قريبا بمجموعه جديده ان شاء الله. الله راد. شكرا لك.